نعمل تاني وصف حلقة النهاردة اللي هي موس تشيز كيك الفراولة. ومقادير الموس: 1 كوب بيوريه فراولة، 1 كوب سكر، 3 معلقة صغيرة نشا، 1/2 كوب ساور كريم، 2 كوب كريم تشيز، و1 كوب كريمة مخفوقة. هنحط بيوريه الفراولة على النار، ولما بيوري الفراولة تغلي هنضيف لها السكر والنشا، هنقلبهم مع بعض علشان ما نحتاجش ان احنا ندوب النشا في مية. فهنخلط السكر والنشا كويس مع بعض، وبكده مش بنحتاج ندوب النشا في المية الأول. ونضيفهم على طول على الفراولة أو بيوري الفراولة اللي بتغلي. وأول ما يبتدوا يغلوا تاني والفراولة تبتدي تتخن، هنشيلهم من على النار ونبتدي نبردهم شوية، وبعدين نضيفهم لبقية المكونات. لازم نخلي بالنا النشا مش بيحب يغلي كتير، لو سبناه يغلي كتير على النار بيرجع يخف تاني ويفقد الفعالية بتاعته، وهنلاقي الحاجة اللي احنا كنا عايزين نتخنها ابتدت تخف تاني. فأول ما نحس ان السائل بتاعنا اللي احنا بنتخنه ابتدى يدخن وابتدى يغلي، حاجة بسيطة نشيله على طول من على النار، لان لو سبناه يغلي مدة طويلة النشا بيفقد فعاليته، وهنلاقيه بعد ما ابتدى يبرد هيبقى سائل اكتر من اللازم، لاننا سبناه يغلي اكتر من اللازم. هنحطه في مية بتلج علشان يبرد بسرعة، لان زي ما احنا عارفين احنا عندنا هنا كريمة مخفوقة، لو حطيناها في حاجة سخنة هتسيح، مش هتفضل مخفوقة والهواء اللي فيها كله هيروح. فدلوقتي هنجيب الكريم تشيز والساور كريم أو الكريمة الحامضة وهنضربهم مع بعض. وبنبرد البيوري الفراولة في التلج، مية بتلج، اوكي كده معقول. هنضيفه على
الكريم تشيز والساور كريم. اخر حاجة هنحطها الكريمة المخفوقة. ودي طبعا مش هنقلبها جامد، احنا مجرد ان احنا هنعمل لها تقليب بالراحة خالص من تحت لفوق بطريقة الفولدينج. وزي ما احنا شايفين لان الفراولة كانت بردت فالكريمة مسحتش في الخليط بتاعنا وعطت الفراولة قوام حلو زي الموس. وطبعا هي لسه هتجمد لما تدخل التلاجة. هنجيب اي قوالب او كاسات زي ما نحب، وممكن حاجة واحدة كبيرة نحط فيها الموس. وبعد كده هندخلها التلاجة لحد ما تمسك نفسها، وبعدين هنحط عليها كريمة فوق الوش زي ما هنعمل مع بعض دلوقتي. أجيب الجاهزة من التلاجة ونزوقها مع بعض بالكريمة.